ومشاهدينا خلينا احنا وياكم ننتقل الى كركوك بفقرة الصحة وعافية مع الشيف عبيدة حتى نتعرف من خلاله على طبق اليوم ونقول له يسعد صباحك. صوت ضعيف ما الصوت. يسعد صباحك سامعني؟ ايه هلا سامعاني كان صوت ضعيف. نعم اهلا بك بصباح دجله. بدايه شنو الطبق اللي محضره لنا؟ اهلا وسهلا قناه اهلا وسهلا قناه قناه دجله. عندنا البوفيه فطور صباحي او بوفيه من اختيار الزبون طبعا. نعم طبعا اذا كان الصوت واضح تفضل. وجبة الفطور الصباحي موجودة عندنا هي فطور صباحي اوبن بوفيه من اختيار الزبون. عاد تسمعيني؟ نعم سامعتك اكيد. احكي لنا على الاطباق اللي موجودة ومتوفرة اليوم بالفطور الصباحي. الاطباق الموجودة عندنا اربع اطباق هم اساسيات هذني بالفطور. نعم طبعا عندنا هون موجود الفنجر، موجود الفلافل، موجود البيض، موجود عندنا البرك، موجود عندنا ما في صوت ولا انه انا ماني سامعان. هلا انا سامعتك شيف بس انا اعطيتك المجال حتى العروب. انت تتحدث اكثر براحتك. ها ايه ها انت انا عبالي انا اسف عبالي راح الصوت لهيك ما انتبهت يعني. تفضل. اي تمام موجود عندنا البرك هنا وموجود عندنا العروق. هاي ثاني صنف. موجود سلطه السوتليه هي للاشخاص اللي مساويين دايت تيجي ناشفه وبدون اي دهون. فهذا الطبق هم رئيسي موجود عندنا. المعكرونة البشاميل اللي هي بشاميل ودجاج وجبن الموزاريلا. نعم موجود عندنا هم البطاطا المشوية. هم البطاطا المشوية هي طبق خفيف على الريوق دائما. موجود عندنا الدجاج صوص الخردل والمانجو. نعم وبخصوص الطبق اللي هو الاهم والاساسي موجود والشعب العراقي بيحب هاي الشغلات طبق دجاج اللي بتحدثي عنه. لا الطبق الاخير اللي انت قلت عنه الطبق العراقي والعراقيين ما يستغنون عنه، شنو هو هذا الطبق؟ ها الطبق الاساسي اللي هو القيمه العراقيه باللحم العراقي الخالص. فهذا العراقيين ابد ما بيتخلوا عنه الصبح. صحيح. بالضبط. طبعا نحن بنساوي موجود عندنا الزبون بيختار يعني بيختار مقلمه، بيختار البيض بطماطم، اومليت اللي هو البيض بالجبن. هي من اختيارات الزبون دائما. نعم وبخصوص المقبلات والسلطات والاجبان اللي موجوده عندكم ممكن نشوفها؟ اكيد بالضبط. المقبلات موجود عندنا السلطه هم هي من اختيار الزبون. اذا حب يشيل الزبون بماعونه بامكانه ياخذ. موجود عندنا المعكرونه كمان المعكرونه باللبن والمايونيز. واكيد الكاهي والجيمر لازم يكون موجود. هي تشكيله المعجنات يعني هو من الاشياء الاساسيه. الكاهي والجيمر اساسي كل يوم طبعا. والمعجنات ايضا يعني تنطلب من عندكم. هي تشكيله اكيد المعجنات هي اساسيه. البيتزا وعندنا البيتزا المني
الفطائر بالبوتيتا، فطائر بالجبن المسكرة. نعم. ماكو قسم خاص بالأجبان؟ طبعا الرقي والرقي الأصفر والرقي الأحمر. قسم خاص بالأجبان موجود، نحن بالزبون بيتقدم له على الميز. طبعا هي باقي الأصناف عندنا نحن لحد الآن ما تحدثنا عنها، موجود عندنا نحن أكثر من 55 صنف، يعني بين بارد وحار. نعم. بالضبط. هاي الفتة السورية. وهذا الفول المدمس كمان بصير بالليمون والخضار. كمان هو الطبق أساسي على الفطور، وجبة خفيفة دائما. طيب شيف، شنو هي أكثر الأطباق المطلوبة عندكم بالمطعم؟ هنا موجود الأطباق المطلوبة عندنا بالمطعم، يعني حاليا الزبون بيرغب كل شيء، ما في أي، يعني قصدك التنوع مطلوب بالريوف. عندنا موجود التنوع، أكيد هو التنوع مطلوب دائما، والزبون بيحب الأكلات الجديدة. موجود عندنا نحن بعد طبعا بعد ما ينتهي البوفيه تبع الفطور، موجود عندنا الأكلات الغربية. واللي هي شنو مثلا أكثر الأطباق المميزة بالأكلات الغربية؟ الأطباق الغربية عندنا الستيك لحم، عندنا الستيك دجاج، موجود عندنا الريزو، موجود عندنا الريزو، ريزو بنكهة خاصة طبعا بجنة، موجود عندنا الشاورما بالطريقة السورية والطريقة العراقية والطريقة التركية أيضا. شنو الاختلافات بين الطريقة العراقية والسورية والتركية؟ يعني هي مو شاورما نفسها ونفس التحضير؟ هي صحيح شاورما بنفس التحضير، ولكن هي بتختلف بأصناف البهارات وبتختلف بطبق التقديم، يعني دائما أكيد كل بلد وهي عندها طريقة تقديم خاصة. نعم. طيب احنا ما حكينا على هاي اللي موجوده، يمكن بطاطا مقليه. بالضبط. هذه الاشياء تعتبر اساسيه بالريوق او الفطور، ولا هي اشياء ثانويه ومو دائما تنطلب من عندكم؟ وشنو الاطباق المميزه اللي دائما تحضروها وتكون بايام معينه؟ هي هلا نحن عندنا هاي الاربع اصناف دائما، القيمة والدجاج والبطاطا والمعكرونة، هي دائما تتبدل. يعني كل يومين بيطلع صنف جديد، اليوم مثلا نزل القيمة، بكره بتنزل الفاهيتا اللحم، بعدها بينزل الروس. نحن دائما يعني بنشكل بالاطباق بحيث انه الزبون هو ما يمل نهائيا من الفطور الصباحي. يعني هذه الاطباق وهي مو ثابتة، تتغير بين يوم ويوم. أكيد تتغير، ولكن هي الطبق خلص اللي موجود لحم هو لحم، اللحم بيتغير بالأصناف تبعيته. اللحم اليوم قيمة، بكرة بيصير مثلا فاهيتا، بنساوي خاورما، يعني نحن بنعدد بالأصناف هو لحم، ولكن نحن بنشكل يعني فيه. نعم، ودائما ما نشوف ينطلب أكثر شيء قبل الفطور أو قبل ما يبدون بالوجبة والأكلات الرئيسية اللي موجودة بالبوفيه يطلبون شوربة، فأنا ما شفت الشوربة موجودة، هل هي يعني تقدم بطريقة أخرى؟ الشوربة أكيد موجودة عندنا، شوربة العدس هي أساسية بالفطور يوميا. هي شوربة العدس، تفضلي خليني أشوفك إياها، شوفي المشاهدين. شوربة العدس الزبون بيوصل وياخذها بإيده طبعا، يعني من هي من اختيار الزبون، لأنه في بعض زباين ما بتاكل شوربة، وفي زباين أكيد هي ما تستغني عن الشوربة نهائيا. هي أكيد احنا قلنا أساسية خصوصا الصبح، موجود يعني العصير، وهي هي صح صحيح هي أساسية على فطور الصبح. نعم.
طيب بخصوص الحلويات بعد الفطور، عصير البرتقال، شنو الحلويات اللي موجودة بعد الفطور؟ الحلويات بعد الفطور نحن موجود عندنا الفواكه المجففة، هي كلها داخلها حلويات، حلويات صحية تعتبر. طبعا شيء أساسي بالريوق هو القهوة. يعني اكو ناس تحب تشرب قهوة قبل الفطور او بتحب تشرب قهوة بعد الفطور، بس ترجع بس لمزاج. كعراقيين الشاي هو الاساس ويا الفطور. الشاي هو طبعا اساسي ويا الفطور، ولكن انا عم بحكي يعني القهوة، القهوة هي قبل الفطور او بعد الفطور. نعم. طيب شنو هي موجود عندنا طريقة التقديم اللي هي بتنزل للزبون. نعم تفضل، شنو هي طريقة التقديم؟ ايه حدسك على طريقة التقديم. الزبون أول ما بيدخل المطعم بينزل له هاي الأجبان والألبان، بينزل له الشرزات واللحم البارد، بينزل له المقبلات، هم نوعين مقبلات موجود دائما على الميز. نعم. وشيء أكيد الشاي العراقي. طبعا موجود المقلمة، موجود البيض بعيون، موجود الأومليت على حسب طلب الزبون. زين فد مرة صادفك انه زبون طلب من عندكم طلب غريب او اكلة غريبة تسووها له؟ اكيد فينا نحضر له اياها. الزبون هو دائما اي شيء بيطلبه نحن مستعدين نقدمه. يعني فيني اعبي لك معون، شوفيكي طريقة. نعم اكيد تفضل. خلينا نشوفيكي قسم البار الموجود في القهوة. نعم. طبعا القهوة موجودة عندنا تركية. القهوة التركية مميزة جدا هي. نعم. تحضر لك فنجان قهوة. طبعا طريقة تقديم القهوة مميزة عندنا دائما. مدة 3 دقائق تقريبا. عندكم طريقة مختلفة أو خاصة بتحضير القهوة؟ أكيد موجود القهوة على الرمل، موجود القهوة الكبس اللي هي إسبريسو، وهي القهوة التركية جهاز خاص. إحنا موجود عندنا هذا الجهاز خاص هو بالقهوة التركية، يعني هو الأسرع تقريبا. حاضر القهوة. عاشت ايدك، واكيد احنا نشكرك على هذه يعني هذا الشرح الجميل وعلى هذه الاطباق المميزة. شكرا لك ولوجودك ويانا. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بمطعم جنة. شكرا لك.